بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين، عليه أفضل الصلاة والسلام. سلم المتابعين حياتنا بكل بساطة مع أمان. إزيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعضينا البسبوسة الأكياس، بس هنحشيها حشوة جميلة جدا، مفيش حد ما بيحبهاش. هنحشيها حاجة كده بتعمل الشوكولاتة، وهنزوقها برضو بشوية بالشوكولاتة. المقادير معايا، أول حاجة مقادير الشربات أو السيرب، ده كوباية سكر، انا معايره بالكوبايه دي، وهضيف عليها كوبايه ميه، وهحط بعد غلوه هحط نص ليمونه، وبعد ما يخلص خالص ويوصل للقوام اللي انا عايزاه بضيف عليه رشه فانيليا، هحطه على النار. مقادير البسبوسه بقى معايا، نركن برضو مقادير البسبوسه دلوقتي. معلش يا جماعه. تاني حاجه هحضرها هي الحشوه. الحشوه معايا هنا ده نص كيلو حليب او لبن، هضيف عليه دول معلقتين نشا، معلقة كاكاو، كاكاو مر، كاكاو خام يا جماعة، تمام، علشان يطلع لونها غامق معايا. ومعايا معلقتين كبار سكر، هنضيفهم على الخليط ده وهنقلبهم كويس جدا، هقلبهم مع بعض لحد ما يدوبوا خالص، تمام، قبل ما احط على النار. وهتنقل بيهم على النار ونشوف هنعملهم ازاي مع بعض. اتنقلت بيها هنا، هبدأ بقى اقلب فيها لحد ما تبقى معايا زي المهلبية بالظبط، لازم ايدك تبقى فيها علشان ما تكلكعش منك. هخلصها وارجع تاني. شايفين بدأت تتقل معايا اهي، ايدي فيها على طول ما سابتهاش، هي بقت بالقوام الجميل ده معايا. خلاص كده هي خلصت، هطفي عنها وهحطها في التلاجة تسقع. اسفة جدا، ده محمد ابني، احطها في التلاجة تسقع ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. هنبدأ بقى دلوقتي في مقادير البسبوسة. البسبوسة انا هعملها اللي هي الاكياس الجاهزة، انا كنت عاملة معاكم الطريقة السادة من الاكياس دي، هسيب لكم ان شاء الله اللينك في اول تعليق. معايا كيس، وهناخد على الكيس معلقة صغيرة بيكنج باودر، وربع كوباية لبن، نص كوباية سمنة، وعلبة زبادي اهي اللي هو الرايب او الياجورت اهو. هبدأ بقى افتح المكونات. اول حاجة فضينا محتويات الكيس، وهحط من البيكنج باودر بس معلقة صغيرة، مش هحط كله، معلقة صغيرة ده بيكنج باودر، وهقلبهم كويس. وهحط السمنة، بسم الله، احنا ملتزمين بالمقادير اللي على الكيس، بس اللي مش هنلتزم بيه هو حجم الصينية، لان احنا لو حطيناها في صينية زي ما مكتوب على الكيس هتطلع ناشفة، لان الصينية اللي هو بيبقى حاططها لك على الكيس كبيرة جدا، وكمية الدقيق بتبقى صغيرة جدا. هو حاطط صينية مقاس 26، فانا هعملها في حوالي صينية كده مقاس 22 او 20 عشان تطلع معايا طرية وحلو. بصوا انا هبسها كده، عايزاها تبقى مرملة معايا كده. هي كلها اهي اتلمت بالسمنة، لازم ما نخليش حتة من غير سمنة. هضيف بقى اللبن، بسم الله، ادي ربع كوباية اللبن، وهضيف على طول وراها الزبادي بتاعي كده، وهبدأ برضو تدليك كده، مش عايزة اعجن عشان لو عجنتها هتطلع معاكي مش منفوخة خالص كده. معايا بالشكل ده اهي، طرية يعني مش طرية قوي كده، هي لسه فيه برضو ما تقلبش. ده شكلها خلاص بعد ما عملتها لمتها مع بعضيها. جبت هنا صينية، انا ما عنديش بقى صينية صغيرة يعني اصغر من دي، فدي تقريبا مقاس 20 كده،
احط فيها الخليط بتاعي، بس عشان دي بتتفتح عشان ما توقعليش بس حاجة، فحطيت عليها فويل من تحت علشان هي بتتفتح. هبدأ احط الخليط. بسم الله. يفضل الصينية مقاس 20 او 22، بلاش تعملوها في مقاس 26 زي ما مكتوب على الكيس عشان ما تطلعش معاكي ناشفة. هبدأ افرد. لو عايزاها ناشفة شوية مش عايزاها طرية وتبقى مرملة معاكي، استغني عن ربع الكوباية، ربع كوباية اللبن دي استغني عنها خالص، حتى لو هي مكتوبة في المقادير استغني عنها، تطلع معاكي متماسكة وناشفة. انا بحاول بس اسويها. هبدأ اخبطها كده عشان تتسوى معايا، اهي تبقى كلها مية واحدة بالشكل ده. هدخلها فرن على درجة حرارة 180 لحد ما وشها بيحمر معايا. لو ما لقيتيش وشها محمرش ما تقلقيش، المهم الجناب دي تحمر. اول ما تلاقي بقى لونها ذهبي الجناب دي تعرفي ان هي كده استوت من تحت، فشغلي الشواية عليها. تمام. وبرضه انا هقول خدت مني وقت قد ايه. احطها على الفرن درجة حرارته 180 ونرجع تاني ان شاء الله نشوف شكلها بقى بعد ما طلعت من الفرن بالشكل ده. انا ما شغلتش عليها الشواية بصراحة، احمرت كلها عندي. هي لسه سخنة، عايزة اقول لكم ان هي سخنة والشربات كمان لازم يكون سخن، وحاجة من الاتنين، يا اما تخرميها زي كده او تقطعيها قبل ما تسقيها الشربات علشان تشرب من بعضها وتبقى مرملة معاكي. هضيف بقى عليها الشربات. بسم الله. اهو بالشكل ده كده، ده شكلها بعد ما حطيت عليها الشربات. هبدأ بقى اضيف عليها الكريمة اللي انا عملتها او المهلبية بالشوكولاتة اللي انا عملتها. طبعا هي كانت بردت شوية فانا ضربتها ضربة كويسة كده بالمضرب. بسم الله. هبدأ افرد الكريمة او المهلبية او الشوكولاتة، ممكن تحطي كده نوتيلا لو انت حابة. هفردها. ادي شكلها بعد ما فردت عليها الكريمة بتاعتي. معايا هنا شوكولاتة خام، هبدأ بقى أبشر على وشها كده شوكولاتة، هغطيها بالشوكولاتة المبشورة، هحطها بقى في التلاجة تسقع كويس جدا، ونشوفها إن شاء الله بعد التلاجة. لازم تقعد في التلاجة على الأقل مدة ساعتين عشان هي لسه سخنة، ونشوفها بعد التلاجة إن شاء الله. ده شكل البسبوسة بتاعتي بعد ما طلعت من التلاجة بعد ساعتين. أنا فرغت الجناب بالسكينة. هبدأ بقى أشيل ده وأفتح. بسم الله. نبدأ بقى نشيلها بالراحة. بسم الله. عايزة أقول لكم إن أنا بشرت تاني شوكولاتة بعد ما خرجتها من التلاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نبدأ بقى نحطها في طبق التقديم. ادي شكلها بقى، نقطعها كده ونشوفها ونشوف طعمها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هقطع من هنا. ما شاء الله طرية، ايه يعني حاجة زي السكينة في الحلاوة كده. بسم الله. شايفين السكينة ايه بجد. بسم الله. متماسكة اهي. ما شاء الله. شايفين عاملة ازاي؟ حاجة كده يعني تغري حاجة. واو والله بجد. ده شكلها، ندوقها. بسم الله. شايفين طرية ايه، ما اقولكوش. بصوا جميلة جدا. الكريمة بتاعتها اهي مش ماسكة قوي، يعني حلوة قوي. معلقتين النشا على نص كيلو لبن، حلوة جدا. بسم الله. محمد عايز يدوق. جميلة جدا.
اشوفكم بقى على خير الفيديو الجاي، يا رب يكون حلقة النهاردة عجبتكم. اشوفكم على خير واروح ادوق محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.